ردود الفعل الأوروبية على رفض البرلمان البريطاني اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي صبت في مجرى خيبات الأمل وحالة من الاستياء وسط تحذيرات أطلقها قادة أوروبيين من مخاطر التصويت الذي يغرق بريطانيا في المجهول ويفاقم من خطر خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. This deal is ratified, by the way, we are advancing with our own ratification procedures, as the President said yesterday. Nothing of this sort will happen. What you're describing is a situation that would result from a no-deal exit, a disorder withdrawal of the United Kingdom, which, as I said, we may be closer to, but it's not yet certain, and we'll try to make it not happen, provided that la condition que nous sachions we know what's next ce as que we're expecting the next move from the United Kingdom. رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر دعا بريطانيا إلى توضيح نواياها في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك الكثير من الوقت، مشدداً أن اتفاق الخروج هو تسوية منصفة وأفضل اتفاق ممكن، كما ويرجح بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد السماح بتمديد تقني للمادة 50 من معاهدة لشبونة لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة 4 أشهر أخرى لتجنب مزيد من تأزم الوضع. Si on n'arrive pas à trouver cette solution transversale avec le renoncement aux lignes rouges et la renégociation avec l'Union européenne de la déclaration politique, qu'il y ait des nouvelles élections ou un nouveau référendum. Dans ce cas, il faudra évidemment une prolongation de la négociation au-delà du deadline de 29 mars, mais pour ces raisons-là, les 27 seront disposés fort probablement à donner l'accord unanime pour la prolongation au moins jusqu'aux aux élections européennes de mai. الاتحاد الأوروبي بدأ فعلياً تجهيزاته لكل الاحتمالات المرتقبة لخروج غير منظم لبريطانيا ويترقب تطورات المشهد السياسي وما ستقدمه لندن إلى بروكسل في الأيام المقبلة لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة. مزق بريكسيت سيناريوهات خروج أحلاها مر، فالاتحاد الأوروبي بدأ تحذيراته لأسوأ سيناريو وهو خروج دون اتفاق، ولم يتبقى أمام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الكثير من الخيارات وسط تنامي الضغوط الأوروبية على لندن لتوضيح موقفها النهائي قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا رسميا في 29 آذار مارس 2019. من مقر المفوضية الأوروبية نور الهدى محمد، تلفزيون سلطنة عمان، بروكسل.